السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل استدعاء سعودي للرئاسي قبيل استئناف المفاوضات مع الحوثيين. وإلى التفاصيل. استدعت السعودية اليوم الاثنين أعضاء المجلس الرئاسي السلطة الموالية لها جنوب اليمن. يتزامن ذلك مع تقارير عن ترتيبات لاستئناف المفاوضات مع صنعاء. أفادت مصادر في حكومة عدن بأن عدداً من أعضاء الرئاسي المجلس الرئاسي بدأوا بالتوافد على العاصمة السعودية بناء على توجيهات من السفير السعودي محمد آل جابر. أوضحت المصادر بأن الاستدعاء خصص لمناقشة ما تم تحقيقه من عملية السلام ومراجعة نشاط المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية من عمر تشكيله. وتزامن استدعاء الرئاسي إلى الرياض مع تقارير عن مفاوضات تحتضنها العاصمة العمانية بين صنعاء والرياض. وتدور النقاشات وفق مصادر سياسية حول خفض التصعيد الاقتصادي بين صنعاء وعدن واستئناف صرف المرتبات وتصدير النفط، إضافة إلى السير بمفاوضات الحل السياسي الشامل. وكان دبلوماسيون في حكومة بن مبارك ألمحوا إلى توجه سعودي لتغييرات في هيكل السلطة الموالية لها جنوبي اليمن. أشار وكيل وزارة الخارجية في حكومة بن مبارك مصطفى النعمان إلى أن التغيير المرتقب قد يكون مشابه لسيناريو الإضاحة بالرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي. يذكر أن رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي كان قد سبق الاجتماع المرتقب بمغازلة الحوثيين عبر إعلان حبه وتمجيده لآل البيت. هذا الخبر نشرناه أمس وبإمكانكم الاطلاع عليه، وسأضع لكم رابطه في صندوق الوصف. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.